جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رغم انتشار التوعية الشيخ صالح عبر وسائل كثير من الإعلام وكذلك بعض الصحف الإسلامية التي تحذر من هذا، لا زال يصل إلى البرنامج مثل هذه الرسالة. فتذكر أن في المكان الفلاني أناس يعبدون الأشجار والأحجار ويطوفون بالأضرحة ويتصدقون بالقبور وما أشبه ذلك. ما هي الطريقة المثلى حينئذ شيخ صالح؟ لا شك أن هذا الشر مستطيل وكثير في الأمصار والبلاد المجاورة، هذا أمر مشتهر ومعروف، وهناك أضرحة كبيرة مشهورة في الناس، مشهورة في العالم، لا تخفى أضرحة كبيرة في أمصار عظيمة من بلاد المسلمين، وهي أوثان تضاهي اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وتضاهي الأصنام التي كانت في قوم نوح والتي أغرق الله أمة عظيمة من الأمم بسببها. لا شك أن هذا موجود ومعروف، الواجب على المسلمين أن يقوموا بما أوجب الله عليهم نحو هذه الأضرحة وهذه الأوثان، وأن يبين للناس دين الله عز وجل، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم. الواجب على العلماء بالخصوص، لأن الله حملهم أمانة العلم، الواجب عليهم أن يبينوا وأن يحذروا الناس وأن ينشروا عقيدة التوحيد في المدارس وفي المساجد وفي تجمعات الناس، وأن تكون الدعوة إلى الله مركزة على هذا الشيء. أما أنهم يدعون الناس إلى الصدق وإلى ترك الكذب وإلى ترك الربا وإلى أمور محرمة لا شك، وكبائر من كبائر الذنوب لا شك، ولكن الأعظم من ذلك الشرك بالله عز وجل، لأنهم لو تركوا كل هذه المحرمات ولم يتركوا الشرك فلا فائدة من جميع أعمالهم. قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلو تركوا كل المحرمات وفعلوا كل الواجبات إلا أنهم لم يتركوا الشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر، دعوة غير الله عز وجل، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لو لم يتركوا هذا فإنها لا تنفعهم جميع الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا هو الواجب. الواجب على الدعاة إلى الله أن يجهروا بالدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك ويبينوا للناس، هذا هو أصل الدعوة الذي بعث الله به رسله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الرسل جاءوا بهذا، ثم بعد ذلك يتجهون إلى إنكار بقية المنكرات. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أوصاه أن يبدأ بالتوحيد، فقال صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فيعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، لأنها لا تصح الصلاة ولا الزكاة إلا بعد صحة العقيدة واستقامة التوحيد. وهذا أمر ظاهر في القرآن الكريم، نعم، كثير من الآيات، نعم، وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته. هذا هو الواجب على الدعاة إلى الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا يحتاج الموضوع إلى شيء من الحزم شيخ صالح، إلى شيء من الحركة كما ترون. الله، ورغم انتشار التعليم الآن في العالم الإسلامي، انتشار الجامعات وانتشار التعليم بشكل معروف، والمؤهلات العلمية، إلا أن هذا الجانب قليل من يهتم به وكثير من يغفل عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومعنى هذا أننا لم نعمل شيئا، مهما تعلمنا ومهما تثقفنا ومهما عملنا من الأعمال، ما دام أننا لم نصحح العقيدة فمعناه أننا لم نعمل شيئا، أننا رجعنا إلى الصفر.